مستر كولر قال ايه في المؤتمر الصحفي استعدادا لمباراه بكره ان شاء الله، نشوف مع حضراتكم. عارفين كويس ان ده ماتش قبل نهائي، وان الفريقين عايزين يوصلوا النهائي. احنا مستعدين كويس للمباراه، لكن طبيعي ان الفرق اللي توصل قبل النهائي دوري ابطال افريقيا لازم تكون فرق كويسه جدا ومميزه. عارفين انه نجيل صناعي بالنسبه لنا، عارفين انه دي اجواء صعبه، عارفين ان المدرجات قريبه جدا من الملعب، اللعيبه عارفه كل الكلام ده ومستعده ليه ومتاهله ليه، وهدفنا ان احنا بكره نعمل ماتش كويس ونتيجه كويسه تساعدنا في ماتش العوده. احنا خسرنا مباراه في الدوري، بس ده مش معناه ان انا اوتوماتيك ان انا هلعب ماتش وحش في دوري الابطال او ان انا لازم اخسر ماتش في دوري الابطال. احنا عارفين المنافس قوي جدا، لكن احنا عارفين ان احنا مستعدين كويس جدا وان احنا نقدر نلعب كره كويس. مشكلة انا واثق ان احنا بكره هنظهر ده على ارض الملعب. هل تشكيل الاهلي اللي كان بيلعب السنه اللي فاتت هو نفس الاهلي السنه دي؟ النادي الراجل كولر بيقول ان النادي الاهلي هو النادي الاهلي، اي حد بيلعب بشيرت النادي الاهلي هو النادي الاهلي، بيمثل النادي الاهلي. وانا واثق في كل اللعيبه اللي موجوده اللي لعبوا السنه اللي فاتت واللي بيلعبوا بكره واللي هيلعبوا في كل يوم في النادي الاهلي، وانا متاكد انهم بكره هيعملوا ماتش كويس جدا. والتجارب اللي احنا خدناها السنه اللي فاتت والاحساس اللي احنا خدناه بالوصول للنهائي احنا اكيد عايزين نكرره تاني مع بعض. اكيد انا مش هقول لك تكتيكيا انا هعمل ايه بكره، اكيد مش هقول لك كل اوراقي وهقولها دلوقتي، لكن احنا عارفين قوه المنافس. لكن انا في سنه ونص بقالي مع الفرقه، عارف اجواء افريقيا. مع الاهلي كان قبل كده عمره ما كسب سيمبا في تنزانيا، قدرنا نكسب تنزانيا السنه دي في تنزانيا، سيمبا في تنزانيا. فطول ما انت متحضر كويس طبعا وتقدر بتعمل كل اللي عندك، تقدر تأدي اللي عليك، فساعتها ممكن انت تلعب تقدر تكسب قدام فرقه قويه. وانا عارف ان احنا هنلعب بكره فريق قوي جدا، لكن احنا كمان فرقه قويه وفرقه كبيره جدا وبنلعب كوره كويسه. عشان كده احنا متحمسين جدا لماتش بكره، والنتيجه لا حضرتك تعرفها ولا انا اعرفها. بيرسي كان عنده مشاكل بقاله فتره، اصابه بسيطه، لكن هو بقاله دلوقتي ماتش يومين ثلاثه بيتمرن معانا مع الفريق تمرين، بيتمرن كويس. فاحنا هنشوف ان احنا نحاول ان احنا ندخله في الماتشات، وهنشوف بكره هل هو بكره هيقدر يلعب بكره قد ايه. كان من ناحية في الدوري ناقصين، عندنا مؤجلات كتير جدا في البطولة، في ضغط ماتشات كبير جدا على الأهلي، وازاي بتقدر تتعامل مع كل ده. الكوتش بيقول أنا بالنسبة لي أهم حاجة القاعدة الأساسية عندي، أهم ماتش هو الماتش الجاي، ما ببصش على اللي فات، ما ببصش على إن لسه الماتش اللي بعد الجاي. المهم بتكلم دايما مع اللعيبة إن الماتش اللي خلص خلاص، بنتفرج عليه مرة وبنتعلم منه وبعدين بنعديه ونبدأ نبص لقدام. وبالنسبه لي اهم حاجه زي ما بقول الماتش الجاي هو اهم ماتش، وبالنسبه لي اهم ماتش هو الماتش اللي بكره. خلاص اتحضرنا المباراه امبارح، اتكلمنا مع بعض عن المباراه وبدانا نتحضر لها، والنهارده كمان هنعمل محاضره عن المباراه. المشكله بالنسبه لي ده التركيز كله على اهم حاجه هو ماتش بكره. انا هاخد ضحككم ده هاخده معايا واخد روح الفكاهه دي. انا عارف ان انتوا لعبتوا ضد بيراميدز وكسبتوا 3-0، وعلى فكره انا اتفرجت على المباراه دي. انا عارف ان انتوا بتضحكوا عشان خاطر انتوا كسبتوا الماتش. انا اتفرجت على المباراه مره تانيه. لازم اقول لكم ان في الماتش ده بيراميدز خلق فرص كتير جدا على مازيمبي هنا،
المشكلة الوحيدة كانت ان بيراميدز ضيع جوان كتير جدا، ومازيمبي هو كان بيجيب بيستغل الفرص وبيجيب جوان، ده كان الفرق. واحنا بالنسبة لنا هنحاول نعمل كل حاجة عشان الصورة بكرة تبقى مختلفة تماما.